بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سوف نتحدث عن كيفية إلقاء الاشتراك المجاني والاشتراك التجريبي 30 يوم في موقع لينكد. طيب، إذا فتحنا التطبيق موقع لينكد من خلال التطبيق، ما بدينا الخيار بتاعنا نحن نقوم نلقي الاشتراك، ولكن لابد من فتح في جوجل. كويس، الخطوة الأولى نضغط على لينكد. طيب، وملاحظين هو نفس مظهر الجوال، أحصل على اليسار موجود 3 خيارات نضغط عليها: العرض بإصدار سطح المكتب، العرض بإصدار سطح المكتب. أنا طبعا مجهزه، عندي جاهز، نمشي له. بيظهر عندنا كده عرض بإصدار سطح المكتب، نمشي إلى سيتنج، نضغط على السيتنج عن برايفسي. طيب، زي ما شايفين هنا السيتنج كله عندنا، نمشي لأقصى اليمين الدائرة، زي ما شايفين عندنا السيتنج عن برايفسي بريميوم سبسكريبشن اند سيتنج، نضغط عليها. طيب، بديني الخيار زي ما شايفين مانج بيمنت ميثود، عندنا خيار ثاني مانج سبسكريبشن، إدارة الاشتراك، نعمل سويتش تو بلان زي ما انت عايز، أو تعمل إلغاء الاشتراك. أنا اشتراكي بينتهي 18/8/2020، والليلة لسه عندنا شهر ما خلص، شهر 7، فحعمل كانسل. إذا تعمل كانسل، تعمل كانسل من كانسل سبسكريبشن. أنا هنتظر لحد فترة التدريبية ما تتم، قبل يوم حقوم ألغي الاشتراك. يعطيكم العافية، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. كان معكم أخوكم زهير على حسن.